المشاهدين عدنا إليكم بعد الإعلان. وإلى موسم السباحة الصيفية الذي يحصد الأرواح سنويا من خلال حوادث الغرق في البحار، البحيرات وبرك السباحة. وعن سبل تفادي هذه الظاهرة معنا مدير محطة نجمة داود الحمراء في مدينة نصرت عليت السيد توفيق بصول. أهلا وسهلا بك معنا. أهلا وسهلا. هل لديكم في نجمة داود الحمراء، نبدأ بموضوع الغرق، معطيات مثلا عن سنوات ماضية في هذا المجال؟ طبعا للأسف بسنة 2018 صارت 257 حالة غرق على عدة أشكالها، كان في البحار أو بالبرك البيتية أو بما يسمى تيمرين. منها للأسف 72 حالة وفاة كانت، نعم، موزعة على حسب وين كل حالة غرق كانت. طب هذا رقم يعني هائل، كيف تفسر أنت يعني من يعمل ميدانيا، رغم كل التحذيرات رغم حملات التوعية سنويا نسمع عن عشرات ومئات الحالات؟ أكيد كثير من الناس، طبعا 257 هذا عدد كبير، كثير من الناس بتتواكى وتأخذ الحذر حسب الإعطيات، المعطيات اللي احنا بنعطيها، الإرشادات. بس للأسف الكمية الكبيرة اللي بتروح تسبح في البحار بدون أي إرشادات، بدون أي منقذ، بدون أي إنه تأخذ بعين الاعتبار إنه في خطر بالبحر، في أمواج، في أمواج عالية، وأنت مسموح تفوت البحر وأنت ممنوع تفوت البحر. كذلك الأمر في البرك، البرك البيتي تأخذ كل وسائل الحيطة. كما شو رح نحكي عن البرك البيتية، ولكن قبل ذلك يعني ما هي أهم الأسباب الغرق إن كان في البحار أو مثلا بحيرة طبرية ومناطق أخرى، ما هي أهم الأسباب؟ أهم الأسباب البارزة اللي كانت في إشي بتسمى ساحف. ساحف هو إنه الموج بيصير يعمل زي دوائر ويسحب أياته شخص إله، مش بس شخص، كل إشي بيجي في طريقه بيسحبه. هون يكون إحنا حذرين، إذا شفنا الموج بطريقة مكثفة عم بيوصل للشط ندير بالنا وما لو نتنقيد يعني وتسبح ضد الطيار، خليك ارخي حالك معه تيزتك هو على البحر. هون الناس عدم وعي إنه هذا الخطورة ممكن تجيبه لغرق أكتر. يعني هناك كثير أيضا من حالات بعدم وجود منقذ، يعني هناك شواطئ اللي لا يوجد فيها منقذ، هل بالفعل هذه المناطق تكون أخطر من غيرها؟ 100% أخطر، بالذات إذا بنحكي على البحار. وإذا بدنا نحكي نتطرق شوي صغير لبحيرة طبرية اللي كل سنة وسنة إحنا بنسمع هناك على حوادث متكررة، ناس بتفوت تسبح في شطوط اللي ما فيها منقذ وشطوط اللي كمان ممنوع فيها السباحة. فهناك كمان الإشي بيعود لعدم تكيد الأشخاص بالأماكن اللي معدلة للسباحة. نعم. ويعني هناك يعني معطيات لا أعرف إذا كانت يعني رقميا متواجدة، ولكن عدد كبير من المجتمع العربي يتعرض لمثل هذه الحالات. لماذا؟ يعني لماذا العرب بالذات يتعرضون أكثر من غيرهم لموضوع الغرق؟ سبب بسيط، عدم التكيد بالإرشادات. مكتوب صباحا في الأخبار ممنوع تقرب على بحيرة طبرية من ساعة كذا لساعة كذا، أو في البحر إحنا بنأخذ الإشي مرات زي باستخفاف وما نتكيد بالإرشادات هاي، بكل الأحوال بنفوت على البحر. هنا يمكن الخطورة بتكون أكثر على مجتمع معين اللي ما بتكيد للإرشادات، عشان هيك بصير الحالات غرق أكبر. نعم. ودعنا هيك نتطرق أيضا لموضوع الغرق داخل البيوت، برك السباحة كانت صغيرة مرة، اليوم يعني مهنية دعنا نسميها أكثر، يعني أين تتواجد نقاط الخطر في البيوت؟ في البيوت الخطر الكبير انه في ناس بتتشوق انه تعمل بركي، وهذا الاشي كتير حلو للاولاد للعيله، بس الاكبر هنا هي الممنوعات، انه ممنوع تخلي الولد يقرب لحاله في البركي، ممنوع الولد يسبح بدون اي مراقبه، ممنوع ما يكونش جدار حوالين البركي. اول اشي بدنا نبنى الجدار بعدين البركي، ندير بالنا انه يكون جدار مكفل كمان، ما يكون في اي طريق مسهل للاطفال تفوت لحالها بدون مراقبه للبرك. هون الخطر الكبير بصير، على أساس هيك بتصير عندنا. وحتى يعني حوض سباحة أو بركة صغيرة بلاستيكية أيضا تشكل خطر على أطفالنا؟ طبعا، حتى ولو كان الغمق فيها صغير، إحنا إذا بدنا نأخذ في الحسبان الأجيال الأطفال لحد 5 سنين، عندنا العامل تبع وزن الرأس وأكبر أكبر من الجسم، فممكن يغلب عليه ويغرق، يفوته أكثر لغمق المي، ما يعرف يتصرف إذا كان بدون مراقب. طبعا هناك يعني من يوفر الماء، ويعني ما يتم إفراغ البركة بعد استعمالها، هل هذا أيضا يشكل خطرا، يعني كون المياه مكشوفة ومن الممكن أن يسقط فيها مثلا طفل؟ طبعا بصير هنا عوامل تنين، عامل الغرق أو عامل شرب المي، المي بتكون ملوثة بدون أي مواد حافظة، بدون أي مواد واقية، فهون ممكن يصل لحالة تسمم
بالإضافة لحالة الغرق. نعم، يعني لو بدنا نشير هيك لأهم النصائح داخل البيوت، من يود أن يشتري مثلا في هذا الموسم بركة سباحة، لأي يعني مواصفات يجب أن ينتبه؟ مواصفات الغمق أول إشي، مواصفات الأمان اللي بتكون مكتوبة على الإرشادات على العلبة تبعت البركة، تركيب البركة في أماكن تكون مظللة أول إشي، مش بس مكشوفة مظللة لأنه غير عامل الغرق، ممكن إحنا هون كنا نعامل الجفاف وإلى آخره والتعرض لأشعة الشمس. بالإضافة إذا بدي يحط البركة في البيت يعمل ولو جلس صغير مع الأطفال، وين أنت مسموح يفوت على البيت وين أنت ممنوع، على أساس يتواقع حالة الغرق. هاي أهم نقطة في حالة بناء بركة بيتي. نعم، دعنا أستاذ توفيق ننتقل لموضوع آخر يعني لا يقل خطورة، كل ما يتعلق بالأفاعي طبعا. في هذه الفترة هل هناك مناطق مثلا معينة، أم يعني تواجد بيوت في مناطق معينة الذي يشكل خطرا أكبر مثلا بالنسبة للأفاعي؟ موضوع الأفاعي بهاي الفترة الأخيرة بلش الانتشار تبعه، انتشار في عدة مناطق، لا يقتصر على مناطق كروية، على مناطق جبلية، على مناطق كثيفة بالسكان. أي نعم، المناطق اللي هي كثير قريبة على مناطق اللي فيها عدد أشجار كبير أو حدائق كبيرة، هناك منشوف عدد الأفاعي أكثر. بهاي الفترة احنا بدنا ننتبه من انه هاي الفترة الافاعي صحيت فاكت من نوم الشتاء، من السبات الشتاء، وإسا هاي الموسم اللي بده يطلع فيه كمية كبيرة من الافاعي. نعم، يعني بطبيعة الحال تبحث عن الطعام اكيد. نعم، وهنا يعني تكمن ايضا يعني من الممكن الحل، يكمن الحل يعني عدم مثلا تواجد بقايا لطعام او امور اخرى، هل هذا يساهم ايضا في طرد الافاعي؟ أكيد، الأفاعي تنجذب أكثر لبقايا طعام لنفايات معينة، فعشان هيك إحنا منحذر الناس ما تخليش بقايا طعام نفايات في الحدائق البيتية، إذا في أشجار تعمل قص للأشجار للأزهار، أوراق الشجر اللي بتتساقط يلموها كمان على أساس ما يكون كمية كغطاء للأفاعي إنه تتخبى فيها بهاي المناطق وتستنى الفريسة خلينا نسميها. فهي في الحدائق البيتية طبعا إذا بدنا نحكي عن الحدائق. ولو بدنا نحكي عن حالات اللدغ، ما هي أهم الإسعافات الأولية التي يتوجب على الشخص الذي تعرض للدغ ومن الممكن أنه لا يعرف إذا كان أفعى أو حشرة أخرى؟ طبعا 100%، اول شغله احنا نكون حذرين اذا بينت نقاط للدغ، ممكن نشوف نقطتين لدغ او اسنان. بكل الاحوال احنا اذا تاكدنا انه هاي لدغه افعى ياخذ بالحسبان انه هاي افعى سامي. نعم، ما بنتهاون بالشيء، ياخذها انه افعى سامي. اذا كان لحاله يحاول ما يمشي، يحاول ما يركض، يحاول اذا يزحف لمنطقه امنه عن الافعى، الافعى اكيد راح تهرب. نعم، يتصل تليفون حاليا يستدعي 101 مجند دوم، يستدعي الإنقاذ بحالات بالذات في حالات قرص الأفاعي، لدغ الأفاعي، إذا في حدا حواليه يحاول يحمله ياخده على محل آمن ويستدعي سيارة الإسعاف. أهم شغلة ممنوع الحركة، زيادة الحركة بتزيد من فعالية السم، من جريان السم في الجسم. نعم، فإذا هون إبعاده عن الخطر وعدم تحريكه، هاي أول شغلة أول نقطة. نعم، وهناك يعني أيضا إرشادات تقول بأنه مهم جدا يعني إذا أمكن طبعا تصوير الأفعى حتى يعني يعرف يعني إذا كانت سامة أم لا، هل هذا ضروري في نهاية الأمر؟ إذا أمكن طبعا، إذا أمكن أول شغلة من الممنوع اللي إحنا بنقوله ممنوع تركض وراء الأفعى أو تدور عليها، إذا أمكن إنه تصورها وتعطي مواصفاتها على أساس ممكن نعرف إنه أفعى سامي أو غير سامي. طبعا من المختصين ممكن يعرفوا هاي الشغلة، إذا أنا مش مختص ممنوع أركض وراء الأفعى، ممنوع أحاول أدور عليها لأن هذا الإشي بيزيدها خطورة. بالإضافة بدي أنوه لشغلة صغيرة بالنسبة لنجمة داود الحمراء، ممكن تصور الأفعى، في عنا إشي اسمه تطبيق أبليكاتي اللي يسمون تطبيك مادا شيلي ماي مادا، عن طريقه إحنا ممكن نستدعي سيارة الإسعاف بكبسة زر، ما في حاجة لتليفون أو بكتابة رسالة، عن طريقها أنا ممكن أصور الأفعى وضل محفوظة عنا، وبهاي الفترة إحنا نتحقق من هل الأفعى سامي أو غير سامي. كل موضوع مثلا وضع ماء بارد أو ثلج وما إلى ذلك من إسعافات أولية ضروري في مثل هذه الحالات؟ إحنا من دائما بننبه على المصاب نفسه إذا صاحب
بكامل قوة العقلية أو بكامل الوعي بهذيك اللحظة طبعا. إنه أول إشي حاول ما تبرد المكان اللدغة، إذا التبريد بيزيد شوي من جريان السم، ما تعمل تشطيب يعني لهاي شائع، خطأ شائع طبعا. إحنا إسا نحكي على الشغلات الممنوع تنعمل أو من المفضل إنه تبتعد عنها أو ممنوع تعملها، تشطيب مكان اللدغة على أساس يطلع السم، ما يحدث مثلا بالأفلام بإنه يقوم شخص بامتصاص السم، طبعا خطأ، هذا ممكن ينتقل لك إذا أي نعم كان هناك سم. تبريد كمان ممنوع، أو الكوح أو الحروق كمان نفس الإشي، هذا ممنوع. كل ما في الأمر إراحة، إبعاده عن الخطر، استدعاء الأمبولانس، سيارة الإسعاف، ونقله إلى المستشفى حسب وضعه إن كان في هذه اللحظة. طبعا نعم. طبعا سنتناول مواضيع كثيرة هذا الصيف، وستكون أيضا ضيف معنا الباراميديك توفيق بسول. شكرا على كل المعلومات، ونلقاك إن شاء الله قريبا. شكرا لك. يعطيك ألف شكرا.